بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أود أن أترحم على الليبيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه المعركة الظالمة، وأتمنى للجرحى سرعة الشفاء بعون الله. لقد قلنا مرارا أنه لا يجب المساواة بين المعتدي على العاصمة وهؤلاء الذين هبوا للدفاع عنها، فلا يمكن المساواة بين المعتدي وبين المدافع. وهؤلاء الذين هبوا للدفاع عن العاصمة لا يستطيع أحد أن يكبح جماحهم، فهم يدافعون عن المدنيين في العاصمة في مدينة بها ما بين 2.5 و3 مليون مواطن. هؤلاء المواطنين أبرياء، والاعتداء عليهم بالطائرات وبالأسلحة الثقيلة دون مراعاة حتى لمجرد الاتفاقيات والأعراف الدولية. هناك فرق بين حكومة الوفاق التي تلتزم بالمناداة بالدولة المدنية الديمقراطية، وبين من يحاول العسكرة. هناك من يلوم بأن هناك بعض الإرهابيين في هذه المعركة. أود أن يوضح بأن أولاً لا يوجد هناك إرهابيين، فالإرهابيين في مدينة طرابلس محلهم السجون، وأن إن وجد بعض الذين صدرت بحقهم بعض العقوبات الدولية باعتبارهم معرقلين لمسيرة السلام، فهؤلاء في الطرفين، بل منهم من على رأس مؤسسات مهمة وتستقبلهم عواصم عربية وأجنبية. حصل هذا الاعتداء، وليبيا كانت تستعد لمؤتمر غدامس، وهو مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية وللسير قدما في مخطط السلام التي رسمته الأمم المتحدة وارتضته حكومة الوفاق. في هذه الحرب، وهي حرب خرجت عن المواثيق الدولية، خرجت عن كافة الاتفاقيات التي تحكم مثل هذه الأحداث، هناك تجنيد للأطفال، ونحن قد قدمنا مذكرات لمجلس الأمن واضحة وتشير إلى كافة المواثيق الدولية التي تحرم تجنيد الأطفال، وأشرنا إلى اتفاقيات جنيف الأربعة المواقعة منذ 1949، أشرنا أيضا إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، فبعض هذه الأفعال هي مجرمة بموجب اتفاقية روما. أشرنا أيضا إلى الإغارة على المطار المدني في معتيقة، وهو المطار الوحيد التي تنطلق منه طائرات الركاب، وقد تمت الإغارة عليه، وطائرات على أرض المطار منها ما يستعد للإقلاع ومنها ما يستعد للهبوط. تم أيضا قصف مدرسة أو مدارس، وأيضا مؤخرا مخزن للكتب، وهو المخزن الرئيسي لوزارة التعليم، وأصبح ليس العام الدراسي الحالي مهددا، بل ربما العام الدراسي القادم. معذرة معالي الوزير، أرجو إعادة الإحاطة بالبداية لأن كان هناك خلل ولم يتمكن الصحفيون من الاستماع إلى الإحاطة بالبداية. المعذرة. في البداية أنا قلت أن لا يفوتني أن أترحم على أرواح الليبيين الذين فقدوا أرواحهم في هذه الحرب الظالمة، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل. لقد تعرضت أرواح المدنيين في العاصمة وممتلكاتهم لغارة، غارات جوية، وقص بأسلحة ثقيلة
تحرمها المواثيق الدولية. وقلت أيضا أن هناك فرق بين من يلتزم بالدولة المدنية الديمقراطية وهي حكومة الوفاق، ومن يدعو إلى عسكرة الدولة. وقد كان واضحا للجميع أن هذا الهجوم قد جاء قبل أيام من انعقاد مؤتمر غدامس، وهو مؤتمر جامع يتم لإتمام مصالحة بين الليبيين والمضي في الحل السلمي الذي رسمته الأمم المتحدة وأقره مجلس الأمن. فمن الواضح إذن أنها كانت تستهدف فرض الحل العسكري بالقوة وعدم الجنوح إلى السلم وللحل السياسي. في هذه الحرب لم تراعى أي من المواثيق الدولية التي تتعلق بالحروب، وتم تجنيد الأطفال ما دون 18، وذلك أمر تحرمه اتفاقية جنيف الأربعة الموقعة منذ 1949، ويحرمه البروتوكول الإضافي لتلك الاتفاقية، ويحرمه نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. تمت الإغارة على مطار معتيقة، وهو المطار المدني الوحيد العامل في طرابلس، والطائرات المدنية تستعد للإقلاع والهبوط، مما يعرض سلامة المدنيين للخطر. وتم قصف مدارس، بالتأكيد قصف المطار المدني تحرمه اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الموقعة منذ عام 1944. قصفت المدارس بالأسلحة الثقيلة، وقصف أيضا مؤخرا مخزن للكتب، به الكتب الخاصة أيضا بالعام الدراسي القادم، ولذلك هذا لا يربك العام الدراسي الحالي بل يربك أيضا العام الدراسي القادم. هذه كلها جرائم تحرمها المواثيق الدولية وترقى لأن تكون جريمة حرب. كل ما يتعلق بهذه الجرائم قد وثقناه، وتواصلنا مع مجلس الأمن بمذكرات مكتوبة، وتم تعميمها على جميع سفاراتنا في الخارج للتواصل مع الدول المعتمدين لديها، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الأجنبية في تلك الدول. قلت أيضا أن سواء فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، تمت الإشارة على وجود إرهابيين مع حكومة الوفاق في هذه الحرب، وقلنا أنه لا يوجد إرهابيين، إرهابيين في طرابلس محلهم السجون، وإن كان وجد بعض الذين صدرت بحقهم عقوبات دولية فهؤلاء موجودون في الطرفين، بل منهم من على رأس مؤسسات وتستقبلهم عواصم عربية وأوروبية. قلنا أنه لا يجب المساواة بين المعتدي وبين من يدافع عن العاصمة، فهؤلاء الذين يدافعون عن العاصمة لم يحركهم أحد، هبوا للدفاع عن المدنيين وعلى ممتلكات الليبيين في مدينة طرابلس وما حولها. هناك كما ترون هجوم على وزارة الخارجية، وهذا الهجوم على أنها قصرت، الخارجية لم تقصر، هذه كلها مذكرات مكتوبة رفعت إلى مجلس الأمن ورفعت إلى الدول المهمة في مجلس الأمن، ولكن هناك سيولة في مجلس الأمن واضحة، ومجلس الأمن عقد جلستين. الجلسة الأولى كنا على وشك أن ندعو لها، ولكن باتصالاتنا بالمملكة المتحدة رأت أن تدعو لهذه الجلسة، وهي ما يسمى حاملة القدم فيما القلم فيما يتعلق بالملف الليبي بين هولدر، ودعت فعلا لهذه الجلسة، وصدرت بعض نقاط
كبيان كمشروع بيان صحفي، وخلال المدة المحددة للاعتراض عليه تم الاعتراض عليه من الروس ولم يصدر في شكل بيان صحفي. تم عقد جلسة أخرى أردنا أن تكون مفتوحة ليتاح لنا الحديث فيها، وكنا نستعد لأن تكون هناك مداخلة لي أو لسيد رئيس المجلس الرئاسي بالدائرة المغلقة، ولكن للأسف تم الإصرار من بعض أعضاء مجلس الأمن أن تكون أيضا جلسة تشاورية مغلقة، وطالما هي جلسة مغلقة لا يسمح فيها لليبيا بالحضور. تمت الجلسة المغلقة، حضرها هذه المرة كان مخططا أن يكون هناك مداخلة بالدائرة المغلقة للسيد غسان سلامة المبعوث الأمين العام، ولكن رأى أمين عام الأمم المتحدة أن يحضر هذه الجلسة بنفسه نظرا لأهميتها، ومع ذلك لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن نتيجة الخلاف فيما بينهم حتى لإصدار بيان صحفي. وتحاول الآن بريطانيا في إصدار ما يسمى بيان الرئيس. هناك مساعي كبيرة لإعداد بيان للرئيس، ونتمنى أن توفق في هذه المساعي. أيضا ألمانيا تعمل اتصالات مكثفة الآن بناء على اتصالاتنا بها لمحاولة لعمل شيء، والشيء الذي نريده والذي ندعو له هو أن يدعى المعتدي إلى الانسحاب ليتيح فرصة لوقف إطلاق النار والمضي في الحل السلمي الحل السياسي. تعلمون أنه لم يحترم حتى أمين عام الأمم المتحدة، وأن هذا الهجوم تم وهو موجود في العاصمة طرابلس وهي حالة تحدث لأول مرة، وهذا يبين حجم هذا الجرم في الاعتداء على العاصمة. شكرا. مساء الخير. أولا أترحم على الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الحق وعن طرابلس وعن الحرية وعن الديمقراطية، هؤلاء الأبطال، وأعبر عن عميق حزني على الليبيين الذين تم التغرير بهم وقتلوا وهم يهاجمون أهلهم في طرابلس ومدينتهم وعاصمتهم طرابلس بعد أن تم تعبيتهم تعبية معنوية خاطئة ملؤها الحقد والكراهية، وهو نوع جديد من الإرهاب، هو إرهاب الحقد الذي منهج من قبل أمير الحرب حفتر. العمليات العسكرية التي يقودها أمير الحرب حفتر وميليشياته عرضت المدنيين للخطر وسببت في إصابات وموت العديد من المدنيين. تم ليلة البارحة قصف أحياء مدينة طرابلس، حي الأكواخ وعين زارة ومناطق أخرى بالجراد، قصف عشوائي وهو مجرم دولي. أيضا مهاجمة مطار معتيقة في طائرات قديمة بالية، هذه الطائرات ليست فيها الدقة وأجهزة التصويب، ومحيط مطار معتيقة سوق الجمعة فيه اكتضاد سكاني أكثر من 500,000 مواطن، فهم لا يبالون بحياة المدنيين وبقتلهم. نشاهد أو نرى حملة إعلامية وكذلك تقودها بعض الدول للإيحاء أن طرابلس والغرب الليبي به إرهابيين، ونحن أول من ضحينا بأبنائنا في معركة سرت، المعركة والملحمة الوطنية التي اشترك فيها معظم الليبيين من أجل استئصال هذا الإرهاب الذي معظم مقاتلين داعش دفعهم أمير الحرب حفتر باتجاه المنطقة الغربية، وهو ملؤه الحقد
والكره لهذه المنطقة. وتم كان هناك تعاون أمني كبير من جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في العاصمة طرابلس وفي المدن التي تتبع حكومة الوفاق. كان عندنا تنسيق وبرنامج أمني كبير لرصد أي مجموعات أو أفراد ينتمون لمنظمات إرهابية. واستطعنا بالتعاون مع السلطات القضائية وجميع الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، وعملنا العديد من العمليات التي كانت تتسم بالقبض أو بالاقتحام. وكان عندنا تعاون أمني كبير جدا مع الجهات الأمنية أو الحكومة الأمريكية، وكانوا يزودونا بالتقنية الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية في تعاون كان ممتاز. فالعالم كله بما فيها أمريكا تشهد أن هذه المنطقة خالية من الإرهاب إلا بعض المتسللين. ومعلوم جيدا أن بعد القضاء على المجموعات الإرهابية في سرت تسللت مجموعات وأفراد إلى الصحراء، وكذلك بعض القضاء عليهم في العراق والشام حاول العديد من الإرهابيين في تلك المناطق التسلل ليبيا عبر حدود ليبيا، ليس عبر المنافذ التي تسيطر عليها حكومة الوفاق. حدود ليبيا مفتوحة وهي مسؤولة عليها دول قائمة، ونحن نشك ونتهم بعض استخبارات الدول أنها هي التي سهلت عبور هؤلاء المجرمين والإرهابيين إلى ليبيا بفرض خلق الفوضى في طرابلس. وهذا ما شاهدناه من القوى الغازية التي أتت ومعها إرهابيين اللي كانوا في الصحراء تسللوا عن طريق هذه القوة والقوة. هذا ما أحدثته من فوضى أمنية. المجتمع الدولي لازال يشاهد. المجتمع الدولي منقسم في مجلس الأمن كما صرح معالي وزير الخارجية، ولكن البعض من المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي يساند هذه الهجمة الإرهابية لميليشيات حفتر التي يملؤها الحقد، كما نشاهد في بعض المقاطع الفيديو الذي يريد تدمير طرابلس وأهل طرابلس ويصف فيهم في أوساط ويريد تدمير ذات العماد. بالنسبة لوزارة الداخلية، كل الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية وكذلك الأجهزة الأمنية التي تتبع الأمن الداخلي والمخابرات وضعت خطة أمنية للسيطرة الأمنية في طرابلس، والمظهر الأمني موجود على مدار 24 ساعة. المراكز تشتغل، المديريات تشتغل. أصدرنا تعميمات وأوامر اليوم إلى جميع المديريات والمراكز الشرطة لتسجيل الشكاوي واستقبال تسجيل الشكاوي من المواطنين بسبب القصف أو لأي اختراقات تنتهك حقوق الإنسان أو تمسهم أو تمس ممتلكاتهم. وفي هناك تعاون مع السلطات القضائية لحصر هذه الانتهاكات. قامت قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية في اليومين القادمين بالقبض على 2 عناصر إرهابية من داعش، واستطاعت أن ترصدهم وأن تقبض عليهم. ونحن في وزارة الداخلية كما أسلفت جميع أجهزتنا الأمنية الآن لديها خطة أمنية ظاهرة وخطة أمنية غير ظاهرة لرصد أي متطرف أو إرهابي يتسلل للعاصمة بسبب الفجوة التي أحدثتها هذه القوات الإرهابية الغازية. والأمور تسير الأمور الأمنية تسير بسير حسن، لم تسجل أي حوادث غير طبيعية أو مرتفعة في السرقات أو الإرهاب. الأمور الأمنية كلها جيدة، بالإضافة لدور هيئة السلامة الوطنية التي تساند عمليات الإخلاء الجرحى من ساحات القتال. شكرا.
وزير الداخليه والان جلسنا مع يحط معالي وزير التعليم السيد عثمان عبد الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولاً أكرر كزملائي الترحم على أرواح كل الليبيين الذين سقطوا في هذه الحرب، نسأل الله أن يتقبلهم برحمته، وندعو الله أن يشفي الجرحى وأن ينهي هذه المأساة في أسرع وقت. بخصوص ما أحدثت هذه الحرب في قطاع التعليم، حقيقة الأمر هو أمر يؤسف ليه. هناك الكثير من المدارس المقفلة، جميع المدارس في بلدية غريان، في بلدية العزيزية، في بلدية النواحي الأربعة، في بلدية عين زارة، في جنوب بلدية تجورة، في بلدية أبو سليم، كل هذه المدارس مقفلة. هناك الكثير من المدارس في المناطق الأخرى تستخدم الآن كملاجئ للنازحين من أماكنهم. بدون شك هذا الإجراء سيؤثر كثيرا على سير العملية التعليمية. وأخيرا كما شاهدتم جميعا بالأمس، تم قصف مخازن الكتب الرئيسية لوزارة التعليم، مما أدى إلى تلف جميع مخزون التعليم من الكتب ومن مستلزمات الامتحانات ومستلزمات التفتيش التربوي، وهذا يعتبر خسارة كبيرة سيكون لها أثار سلبية كثيرة على سير العملية التعليمية في هذا العام، ونتمنى أن لا يكون في العام المقبل. كما حدثت بعض الاعتداءات على بعض المدارس، وهذا نعتبره حقيقة تصعيد خطير جدا في أن تستخدم المؤسسات التعليمية والمرافق الحيوية في هذه الحرب كضحايا. نتمنى من الله السلامة، ونسأل الله أن تنتهي هذه المأساة وهذا القتال في أقرب وقت ممكن. وأما بالنسبة لسير العملية التعليمية في المناطق الأخرى في جميع المناطق الأخرى من ليبيا بما فيها بلديات طرابلس، فالأمور تسير بشكل طبيعي، على الرغم من بالتأكيد هناك الخوف والكثير والتغيب من الكثير، لأنهم يقعون في مناطق فيها كثير من الاشتباكات. ما يهمنا بشكل كبير وبشكل واضح جدا كوزارة التعليم هو حقيقة تأثير هذه الحروب على معنويات ونفسيات الطلبة والأطفال. نحن مقبلون على امتحانات، ما يجري الآن يؤثر بشكل سلبي وبشكل سلبي كبير جدا على سير العملية التعليمية كما أشرت، وستكون له آثار سلبية، آثار نفسية على الأطفال، على البالغين، على الأسر. فنسأل الله أن تنتهي هذه المأساة بأسرع ما يكون، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا. نشكر معالي وزير التعليم، والآن نسلم إلى حضرة الدكتور محمد هيثم وكيل وزارة الصحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أود أن في هذا الخضم الذي تتداول فيه الأخبار، هي حقيقة غير مفرحة للشعب الليبي، نود أن نقول كلمة اطمئنان بأن كافة مؤسسات تابعة لوزارة الصحة وكافة المستشفيات تسير بشكل ممتاز وبشكل جيد. وفي هذا الوقت الذي كنا نتمنى فيه أن نستعرض بعض المشروعات التي قامت وزارة الصحة بالتخطيط لافتتاحها خلال هذا الشهر، ولكننا الآن كما تشاهدون نستعرض الخسائر البشرية والخسائر المادية. الشعب الليبي عانى كثيرا من ويلات الحروب، وعانى كثيرا من الصراعات، ويجب أن يكون هناك حد لهذه المآسي. نحن في وزارة الصحة نلتمس معاناة المواطنين في زمن السلم والآن في زمن الحرب. هناك كثير من الجرحى نتمنى لهم الشفاء، وكثير من القتلى نسأل الله أن يحتسبهم شهداء عندهم، وأن يواسي أهلهم بجميل الصبر والسلوار. استعدادات وزارة الصحة جيدة وممتازة،
هناك خطة الإمداد الطبيعي، الإمداد الروتيني للمستشفيات التي تقع في مناطق الاشتباكات، بالإضافة للمستشفيات الأخرى العاملة لتقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين، وتسير بشكل طبيعي باستثناء بعض المستشفيات الذين عجزنا عن التوصل إليها، مثل مستشفى سباع مثلا يقع في أماكن اشتباكات، وكانت هناك عملية إخلاء لأربع أطفال كانوا إيواء في المستشفى وتمكننا من إخلائهم، أما باقي المرضى لا نعلم عليهم شيء. وكذلك الحال طبعا في مستشفى الغليان، لا توجد عندنا أي معلومات. أما المستشفيات الذين توصلنا للتواصل معهم، الأمور تجري بشكل طبيعي والإمدادات بشكل طبيعي، هذا فيما يتعلق بالسير الطبيعي للعملية العلاجية. أما الخطة الاستثنائية والطارئة، كان هناك فيه مخزن للطوارئ تم افتتاحها في منطقة السبعة وكذلك مستشفى الخضرة، يوفر هذا المخزن جميع المطلوب لأقسام الإسعاف الواقع في مناطق الاشتباك، بالإضافة أيضا للمناطق التي ينزح إليها الأهالي. بالنسبة للاستعدادات الميدانية، السيد طارق الهمشري موجود معنا، ممكن حيستعرض عليكم المستشفيات الميدانية في مناطق الاشتباك وما هي الاستعدادات. طبعا هناك نشرة يومية يصدرها مركز طب الميدان فيه العدد الإجمالي من المصابين ومن الجرحى ومن القتلى، يقدر عدد القتلى ب 76 قتيل للأسف الشديد، وجرحى ب 475 جريح، تتراوح إصاباتهم بين البليغة والمتوسطة والطفيفة. للأسف الشديد هناك نسبة كبيرة من الجرحى والقتلى من المدنيين، وهذا مؤشر خطير يضاف إلى معاناة الناس في هذه الاشتباكات والحروب. أما بالنسبة لأهم شيء اللي هو الإمدادات الطبية اللي هي يتم توريدها بشكل دوري لوزارة الصحة، نحن نحاول جاهدين على تقديم الخدمة والمحافظة على وتيرة هذه الخدمة. كانت ظهرت هناك مشكلة في منطقة سوق الخميس في إيصال مشغلات الغسيل الكلوي، ولكن بعد ثلاثة أيام صعوبة شديدة قمنا بإيصالها. بالنسبة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الهلال الأحمر، هناك اجتماعات دورية وقدمنا كل الدعم للمؤسسات التي تحتاج لدعم طبي أو دعم مدني. هناك اجتماعات دورية أيضا مع بعض الفرق الميدانية المسؤولة عن الإخلاء. لاحظنا في وسائل الإعلام قيام بعثات الأمم المتحدة بتقديم الدعم لليبيا بمش عارف 4 مليون دولار وأرقام لا نراها إلا في وسائل الإعلام. نحن نحب نبلغ السادة الحضور والشعب الليبي أن الحكومة الليبية غير محتاجة لدعم على سبيل الدعم المدني ولا الدعم من ناحية الأدوية والمعدات والمستلزمات، ولكن محتاجة لدعم لإنهاء هذا الصراع بشكل فوري والقيام كل الدول بواجباتها كما أسلف السيد معالي وزير الخارجية. الإمدادات الطبية والخدمات المقدمة من وزارة الصحة موجودة وبانتظام، ونحن ندعو الفريق الإعلامي لتوثيق ذلك بمعية الفريق الإعلامي تابع لوزارة الصحة موجود بينكم، لتوثيق الإمدادات الموجودة في المخازن سواء المخازن الروتينية أو مخازن الطوارئ. سيارات الإسعاف طبعا تم توفيرها في جميع المناطق لإخلاء المدنيين وإخلاء الجرحى والمصابين. والآن أترك المجال بعد الختام والتمني بأن ينتهي هذا الوضع المأساوي وأن يكف الأذى للشعب الليبي الذي عانى ويلات الحروب والاشتباكات، وأن ينتهي ذلك في أسرع وقت، وأن يحاسب كل من شارك في هذا الاعتداء المحاسبة القانونية والقضائية التي استحقها سواء محليا أو دوليا. ولا نترك المجال لزميلي السيد طارق همشري بصفته مدير عام مركز طب الميدان لاستعراض بعض البيانات المهمة التي يجب توثيقها مع حضرتكم، وشكرا. نعم، إذا نشكر السيد وكيل وزارة الصحة، والآن مع طارق همشري مدير إدارة الجرحى. السلام عليكم. أولا نترحم على أرواح شهداء الدفاع على مدينة طرابلس، ونسأل شفاء، نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى. بخصوص مركز طب الميدان، قمنا بإعداد خطة لجميع مناطق الاشتباكات وتوفير، قمنا بتوفير عدد 6 مستشفيات ميدانية مجهزة بكافة الإمكانيات المطلوبة من حيث الأدوية والمستلزمات والطاقم الطبي وسيارات الإسعاف وسيارات الإخلاء المدني. المناطق التي تم إنشاء فيها المستشفيات الميدانية ابتداء من منطقة العزيزية الصواني
منطقة الكريمية، طريق المطار صلاح الدين، منطقة صلاح الدين، منطقة عين زارة، وادي الربيع. تتم عملية إسعاف الجرحى في المستشفيات الميدانية ثم نقلها إلى المصحات المستشفيات العامة، ومن يتعذر علاجه في المستشفى العام ثم نقله إلى المصحات الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة. إحصائية الجرحى حتى هذه الساعة 475 جريح، فيهم نسبة كبيرة من المدنيين، الأطفال نتيجة القصف العشوائي لبعض الأحياء السكنية. بالنسبة للوفيات عدد 76 وفاة حسبهم عند الله من الشهداء، فيهم 24 وفاة مدني، فيهم عدد 2 نساء 3 أطفال. بالنسبة للإمداد الأدوية للمستشفيات المدنية يتم بشكل دوري. بالنسبة للجرحى الحالات المستعصية تم إفادة عدد 75 جريح تقريبا لدولة تونس، عدد 17 جريح لدولة تركيا، عدد 2 جرحى لدولة إيطاليا. بالنسبة لعمليات الإخلاء، طبعا عمليات الإخلاء تنقسم نوعين، في إخلاء يتم من مناطق الاشتباكات خط المواجهة الأمامي، تقريبا قام المركز بإخلاء عدد 350 عائلة موزعة على أغلب المحاور. في عمليات إخلاء أخرى يقوم بها الهلال الأحمر ويقوم بها جهاز الإسعاف والطوارئ. هذا قصدي بخصوص الاشتباكات، نسأل الله أن يحفظ الدماء إن شاء الله. شكرا جزيلا لمدير إدارة الجرحى، والآن مع الإحاضة الأخيرة للمهندس عبد المجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. مثل ما تفضل به الزملاء، أبدأ بالترحم على من سقط في هذه الحرب الظالمة، هذه الحرب القذرة، وأتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى بفعل هذه الحرب. كما تفضل الزملاء، كل تحدث عن القطاع أو الخدمة التي يتولاها. نحن هنا في الشركة العامة للكهرباء أيضا نود للحديث على ما تعرضنا له من مشاكل فنية أدت إلى حدوث إظلامات في مناطق واسعة في كل المنطقة اللي تتضمن المناطق القتالية. في العادة احنا الشركة العامة للكهرباء في كل حرب وفي كل اعتداء أكبر قطاع يتعرض إلى خسائر بليغة نتيجة لوجود معدات شبكات نقل الكهرباء أو توزيع الكهرباء في جميع مناطق ليبيا. وللأسف الشديد هذه المنطقة التي تدور فيها الحرب الحالية والممتدة من منطقة العزيزية غربا إلى نهاية مناطق وادي الربيع وعين زارة، هي منطقة تعتبر سرة لمرور شبكات الجهد الفائق اللي هي جزء هام جدا من الشبكة الكهربائية العامة اللي تربط شرق ليبيا بغربها، واللي يتم من خلالها نقل كل الطاقة الكهربائية المنتجة من جميع محطات التوليد في كل مناطق ليبيا. للأسف الشديد هذه المنطقة بها عدد كبير من دوائر 220 كيلو فولت، وبها عدد آخر من دوائر 400 كيلو فولت، ناهيك عن دوائر نقل الجهد المتوسط وشبكات التوزيع اللي تغذي في كل المستهلكين، سواء كان هذه في هذه المناطق أو مناطق أخرى. من خلال الأيام الممتدة من بداية الحرب إلى يومنا هذا، تعرض جزء هام من هذه الشبكات إلى العطب والتوقف، حيث ما تم حصره من توقف لدوائر 220 كيلو فولت إلى غاية هذه اللحظة 5 دوائر، وهذا الرقم مؤثر جدا. ولولا ألطاف الله وإن احنا في وقت ليس وقت ذروة، بل في وقت الطلب على الكهرباء وفي أقل حالاته، لو كنا في شهر 9 أو في شهر 1 على سبيل المثال لأظلمت نصف الشبكة العامة.
الجناح الغربي بكامل لكان في حالة إظلام تام، وإن أغلب هذه الدوائر لم يتم إرجاعها إلى العمل لغاية الآن نتيجة لعدم تمكن فني ومهندسي الشركة العامة للكهرباء للدخول إلى هذه المناطق بوصفها مناطق قتالية، وأيضا احتجاز عدد من العاملين في الشركة العامة للكهرباء في منازلهم نتيجة لإقامتهم في هذه المناطق أو مناطق بعد هذه المناطق الحرب. لم يتمكن عدد هام من العاملين في الشركة العامة للكهرباء من الحضور لأعمالهم اليومية وبالتالي القيام بأعمال الصيانة المطلوبة. أنا أريد أن أنبه هنا إلى خطورة إذا ما زاد هذا العمل، إذا ما أعطبت دوائر أخرى جهد 220 كيلو فولت أو جهد 400 كيلو فولت، فإن من المتوقع في أي لحظة حدوث حالة إظلام تام لجناح الشبكة الغربي والممتد من رأس جدير غربا إلى مناطق سرت إلى كافة مناطق جنوب ليبيا الغربي. أيضا شبكات الجهد المتوسط خطوط 66 كيلو فولت هي الأخرى تعرضت إلى العطب، وهناك عدد أكثر من 16 خط 66 كيلو فولت خارج الخدمة ولم نستطع إرجاعه إلى سابق عملي. كل ما يتم هو تدوير التغذية أو تغذية أحمال هذا الخط عن طريق خط آخر جاي من جهة أخرى، وبشكل أصبحت جميع المحطات محملة بشكل كبير جدا، وفي بعض المناطق أذكر منها منطقة المنطقة الممتدة بين مناطق الزهرة ومناطق العزيزية وبير جمال، هذه المناطق يتم فيها تدوير الأحمال كأن في حالة عجز في التوليد وطرح أحمال نتيجة لأن جزء كبير من هذه الشبكة مصاب، والجزء المتبقي نحاول أن ندور الكهرباء من خلاله على مختلف المستهلكين في تلك المناطق. شبكات الجهد المنخفض وجهد 11 كيلو فولت واللي هي تغذي مباشرة في المستهلكين هذه تضررت بشكل كبير. إلى هذه اللحظة لا نعلم حجم الأضرار، هناك مناطق مختلفة فعلا في حالة إظلام في هذه اللحظات لا نستطيع إرجاع الكهرباء إليها نتيجة لعدم تمكن فني الشركة من الدخول إلى المناطق اللي تدور فيها القتال والقيام بأعمالهم بإصلاح هذه الأعطال. ولكن المعلومات اللي عندي حتى الساعة 2 اليوم أن أكثر من 450 كيلومتر من خطوط جهد 11 كيلو فولت والجهد المنخفض هي خارج الخدمة فعلا. لا نستطيع أن نقوم بأي عمل إصلاحي ما لم تتوقف هذه الحرب وما لم يتاح الفرصة فعلا لعاملي وفني الشركة العامة للكهرباء للقيام بأعمالهم. ناهيك على حجم الخسائر المادية الكبير جدا اللي سيترتب على نتيجة للأعطال اللي حدثت على شبكة الكهرباء بمختلف مستوياتها ابتداء من محطات التوليد حتى شبكة الجهد المنخفض المغذية لمنازل المواطنين البشر. هناك أمر آخر أود أن أنبه إليه، إحنا الجميع يعلم أننا نعيش أزمة في الكهرباء حتى في الأوقات العادية في أوقات السلم، وكانت الشركة العامة للكهرباء بتعمل بشكل جاد جدا لإرجاع الشركات الأجنبية المنفذة لمحطات التوليد خاصة ولخطوط جهد نقل الطاقة ومحطات الحقن والتحويل، وقد حققنا نجاحات كثيرة منها إقناع الشريك المنفذ لمحطة غرب طرابلس ومحطة تطوير مصراتة في العودة والبدء في تنفيذ هالمحطتين، واللي حينتج عن تنفيذها زيادة القدرة التوليدية بما يزيد عن 1600 ميجاوات، وهو ما يحل مشكلة الليبيين على الأقل في المنطقة الغربية بشكل كامل. أيضا مشروع طبرق الشركة اليونانية وشركة الجي الأمريكية، كل الترتيبات كانت سيبدأ العمل في الثلاث مشاريع خلال بداية شهر مايو القادم أي بعد 15 يوم من الآن، هكذا الترتيبات. اليوم تحديدا اليوم
يوجد اجتماع في تونس بين شركة سيمنز وشركة إنكا ومجموعة الشركة العامة للكهرباء لتحديد انطلاق هذا المشروع وتسليم موقع العمل بعد ما استكملت كل الإجراءات المالية المتعلقة بفتح تخصيص المبالغ وفتح الاعتماد والدفعات المقدمة وكل الإجراءات المالية انتهت. اليوم حيتحدد موعد انطلاق المشروع اللي سبق ونقول إن في بداية شهر 5 القادم. لو بدأ هذا المشروع في هذا التاريخ يعني بعد سنة تحديداً حتكون عندنا قدرة إضافية 1600 ميجاوات، وهي بالتالي حتحل مشكلة العجز في التوليد بالإضافة إلى الأعمال التي تولاها الشركة العامة للكهرباء في صيانة الوحدات المتوقفة منذ فترات وإلى آخره. للأسف الشديد وهذا ما أعتقده أن عودة هذه الشركات وقدومها إضافة أخرى. أنا من شهر فات كنت مع برفقة الأستاذ محمد سيالة في زيارة لدولة كوريا لإقناع الشركات الكورية التي تولى تنفيذ عدد المشروعات الإنتاج أيضا، وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مع شركة هونداي وبقية الائتلاف اللي يشتغل معها في محطة الخليج بأنهم يرفعوا القدرة الإنتاجية لإحدى وحدات التوليد في هذه المحطة من 140 ميجا إلى 350 ميجا، يعني حيزيد علينا أكثر من 210 ميجا في هذه المحطة تحديدا، وهذا حيتم حسب الاتفاق قبل شهر نهاية شهر 6 القادم. وجو الكوريين فعلا ولكنهم غادروا بمجرد أنها بدأت هذه الحرب. كل هذه الأمور حتؤدي إلى إطالة الأزمة، حتؤدي إلى إطالة معاناة المواطن الليبي في ليس في مناطق طرابلس فقط بل في المناطق اللي تغذاها شبكات الكهرباء والممتدة على كامل التراب الليبي. أتمنى أن تتوقف هذه الحرب فعلا، وأتمنى أن نتمكن من إصلاح ما تم تخريبه ونتمكن من القيام بواجبنا ورفع المعاناة عن الليبيين. شكرا. بشكر الرئيس بشكل عام الكهرباء، والآن إحاطة إضافية للسيد وزير الداخلية فتحي مجال القتال. طبعا القتال في والدفاع عن طرابلس لن يتوقف إلا بانسحاب القوات أو استسلامها. البارح كانت فيه كتيبة استسلمت، وأنا أدعو جميع الكتائب التي تقاتل في طرابلس أننا مستعدين في حال استسلامها لمعاملتهم معاملة حسنة ومعاملة أخلاق ومعاملة الشرف والنبالة. أيضا وجه رسالة إلى الطيارين، الطيارين مستعدين لاستقبالهم والتنسيق معهم، وسوف يكونون في أمان ونعاملهم معاملة جيدة، يسلموا أنفسهم وطائراتهم في إحدى المطارات نتفق عليها لاحقا.